مرة القدس واحد امين. سلام للاباء والاخوه والاخوات. معنا ابونا اورو ابونا اغسطينوس وبلغهم السلام. بنرحب بالجميع، كل سنه طيبين. النهارده ان شاء الله هيكون اللقاء الختامي دي المحاضره رقم 11 في الترم الثاني، وهي رقم 5 اونلاين. معكم ابونا رافائيل الناقلوني. بنكمل في تاريخ الكنيسه النهارده الأربعاء 13/5/2020. كنا وصلنا في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية إلى عنصر مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وعندنا 17 من المديرين المذكورين عندنا في الكتاب منذ تأسيس المدرسة حتى عهد البابا كيرلس عمود الدين تقريبا وبعده. فالعدد دول زي ما عملنا مع الاباء البطاركه اللي هم من 1 ل 19، ان كل واحد من الدارسين خد واحد من البطاركه واتكلم عنه. فالنهارده ايضا هيكون معانا فرصه كل واحد في حدود دقيقه يتكلم بحسب التوزيع اللي وصلتني لتعاملت من قبل أبونا أور. ونبتدي بأبونا يوانس، هيكلمنا عن أبونا عن قديس يوستوس. هيتكلم عنه طبعا كمدير للمدرسة، وسبق الكلام عنه كبطريرك. تفضل أبونا يوانس. افتح الصوت يا مارلي لابونا يوانس. انا بفتح له، يا ابويا بفتح له. تمام. هيا الصوت واصل كده. تمام، اتفضل يا ابونا. بداية القديس ماري مرقس الرسول رأى أن الإسكندرية بلد عالمي وسكنها عدد كبير من الفلاسفة والعلماء الذين يناقشون النظريات والآراء في مدرستهم الوثنية، فوجد أن إلزاما عليه أن يتحدث إلى هؤلاء من خلال منهج علمي منظم، فأنشأ المدرسة الإكليريكية وقام عليها القديس يوستوس مديرا لها في أواخر أيام. عايز تحسين عندك يا أبي؟ نعم. الصوت عايز تحسين عند جودتك شوية. الصوت مش واصل؟ لا يعني مش واضح. مش واضح؟ أعلي الصوت تاني؟ أو يعني خلي المايك في وضع يكون أفضل. ماشي. تمام. القديس ماري مرقس رأى أن الإسكندرية بلد عالمي ويسكنها عدد كبير من الفلاسفة والعلماء الذين يناقشون النظريات والآراء في مدرستهم الوثنية، فوجد إلزاما عليه أن يتحدث إلى هؤلاء من خلال منهج علمي منظم، فأنشأ المدرسة الإكليريكية وأقام عليها القديس يوستوس مديرا لها في أواخر أيام. وبقي القديس يوستوس في عهد البطاركة يوانس وميليوس وكردينوس وبريموس. هذه كانت المدرسة أول من كان تعلم فيها علم اللاهوت التفسير المجازي. أنشأ فيها علم اللاهوت في هذا علم اللاهوت التفسير المجازي وعلم اللاهوت الفائق للطبيعه. كانت بدايه المدرسه لتفسير الكتاب المقدس لكل الناس اللي عايزين يتعرفوا على المسيح. Thank you.
أيوة يا أبي خلاص. تمام، شكرا يا أبونا، الصوت كان رائع. أبونا أور هيتكلم عن القديس أومانيوس. يعني نأجلك؟ أساس بس بالترتيب. اتفضل قدسك، تعالى خذ قدام الشاشة. القديس امسك. القديس أومانيوس بابا هو أحد رجال الإسكندرية الأتقياء خلف البابا يوستوس في رأس المدرسة كما خلفه في البطريركية. لا نعرف عن أقواله أو كتاباته شيئا كثيرا، لكن نعرفه بالعفة وعاش بتولا. اشتهر بإسلامة عدد كبير من القصوص الخدمة في الكرازة المرقسية، أرسلهم إلى كل جهات القطر المصري والنوبة والخمس مدن الغربية لنشر الإيمان المسيحي. في عهده اشتد الاضطهاد على المسيحيين، فنال كثير من الأقباط إكليل الاستشهاد، من بينهم القديسة صوفيا من منف التي نقل الإمبراطور قسطنطين جسدها القسطنطينية، وشهد الكنيسة على اسمها. شكرا. مع أني بلاحظ أن احنا عايزين نركز عليهم في موضوع إدارتهم للمدرسة اللاهوتية، لكن هنا أبونا دخلت نظرنا الحاجة تاخدوا بالكم منها، وهي الربط بين الشخص كونه مديرا للمدرسة ثم كونه بطريركا. اللي بعده الأخ مينا كامل عن القديس ماركيانوس. مينا كامل تفضلي افتحي لي يا مارلي. فتحت يا أبي. الأخ مينا معانا؟ هو مش موجود أصلا يا أبويا. طيب أماني بشرى قديسة سيناغوراوس. مش موجودة يا أبويا. بس عشان مش موجودة يا أبي. عبير جميل. موجودة يا مرلي؟ مش موجودة يا أبي. أمل جرجس. هو اللي موجود أمجد وأبونا وأمجد يوسف وأمجد كمال وسامي أستاذ سامي بس. أمجد كمال اتفضل. مع قدسك يا أبونا. العلامة أورجانيوس هو من أعظم المفكرين وأكبر عالم ومعلم على مستوى العالم كله. ولد في الأسكندرية في عام 185 من أبوين مسيحيين، وتهذب على الأصفار الإلهية منذ الطفولة، وكان شغوفا بالدراسة اللاهوتية وانكب على التأملات العميقة، وقد تتلمذ على يد اثنين من الفلاسفة المشهورين في الأسكندرية وهم إقليمندس السكندري وأمونيوس السقاسي. وكتابات الفلاسفة الهليين مثل أفلاطون وأرسطو وزينون الرواقي. وبسبب اضطهاد الكنيسة عموما وكنيسة الإسكندرية خاصة، استشهد والده وهو في سن 17، وكان أورجانيوس يحث والده على الثبات على الإيمان وعلى شرف الاستشهاد ومواجهة الموت بشجاعة. وبعد هدوء الاضطهاد كان أورجانيوس يعمل حتى يعول أمه وأخوته الستة، فكان من فرط تدينه وحرارة روحه أصر أن يعيش ناسكا وأن يحيا حياة الزهد والعبادة مع العمل، منتهجا الفقر الاختياري. وكان يقضي نهاره في الإرشاد والتعليم وليله في الدرس والعبادة، وبلغ به إيماني بالطهارة والعفة الكاملة إنه خاص نفسه مما جر عليه متاعب مع قيادة الكنيسة. اختير مدير لمدرسة الإسكندرية بيد البابا ديمتروس الكرام وهو في سن 18، ولما وجد فيه من محبة وهيرة على الكنيسة وقوة إيمانه الأرثوذكسي وقدرته على التعليم. وقد قال القديس غرغوريوس صانع العجائب وهو أحد تلاميذه عنه:
لقد خبرنا بأعماله التي فعلها أكثر من تعليمه التي علمنا إياها. وقال عنه يوسابيوس المؤرخ: كانت حياته كعزة، وكان سلوكه يتفق مع تعليمه، وكانت تعليمه تتفق مع حياته. لذلك فإن القوة الإلهية التي كانت تعمل فيه قد دفعت الكثيرين جدا إلى الاقتداء به. من أهم أعماله أدخل بعض العلوم في المدرسة مثل الرياضيات والطبيعة والفلك والموسيقى واللغات القديمة وتاريخ الفلسفة اليونانية والشريعة وعلم المنطق والعلوم الإنسانية. قسم تلاميذ المدرسة إلى قسمين: واحد قسم يشمل المبتدئين تحت قيادة ياروكلاس البابا الـ13، وكانوا يدرسون مبادئ العلوم المدنية والدينية. القسم الثاني اللي هو المتقدمين تحت إدارته، وكانوا يدرسون كتابات الفلاسفة والكتب المقدسة للعهدين القديم والجديد. قسم تلاميذه تحت إدارته إلى قسمين: فريق اشتهر بأصحاب العلم السريع يكتبون بالاختزال والاختصار ما كان يملي عليهم أورجانيوس. فريق النساخ وهو ينقلون بخط جيد وجميل ما يكتبه الفريق الأول. ولقد جرت عليه كثير من المتاعب نظرا لأنه لم يجد الوقت لمراجعة كل ما يكتبه تلاميذه، حيث نسب إليه أن كتاباته اشتملت على أخطاء عقيدية. من أهم رحلاته رحلته إلى كنيسة روما عام 212، رحلته إلى بلاد العرب 215 ليرد أسقف البصرة إلى إيمانه الأرثوذكسي، ودحص بدعة نادى بها بعض الناس وهو موت النفس مع الجسد. ثلاثة، ذهب إلى فلسطين 215 بسبب الاضطهادات في الأسكندرية، واستقبله أسقف فلسطين وأسقف أورشليم ودعوه للوعظ في الكنائس، وحصل المواطنين على الحضور لسماعه. في عام 226 تلقى دعوة من الإمبراطور ماميا والدة الإمبراطور ألكسندر ساويروس ليقابلها في انطاكيا لتتحدث إليه في بعض المسائل الدينية. في عام 228 أرسلوا البابا ديمتروس الكرام إلى أخيئية باليونان لمقاومة بعض التعليم المنحرفة في التعليم الأرثوذكسي. شكرا يا أبي. شكرا. يلاحظ أن أورجانوس كان له ما له وعليه ما عليه، وثبت وجود بعض الأفكار الأخلاقية، فلم يكن الحرم على أساس موضوع قاسي نفسه فقط، ولكن على أساس وجود بعض الانحرافات اللي ذكرها المعاصرين له من البطاركة ولاحقين أيضا. هؤلاء البطاركة اللاحقون والمعاصرون فنادوا كثير من أقواله، لذلك لم يجرؤ أحد على أنه يرفع الحرم عنه. وفيما بعد جددت هذه الحرمات في بعض المجامع، وإن كانت هذه المجامع خاصة بكنائس أخرى، ولكن إحنا عندنا الموقف دوا ما زال. فمطروح هذا الأمر لأنه من الصعب الخوض فيه نظرا لوجود فعلا حاجات مندسة وحاجات واضحة هو تكلم فيها يعني. وهو بنفسه في آخر حياته قال عبارة شهيرة، قال: كيف سقطت أيها البرج العالي، لأنه عرف فعلا نفسه أنه فضل لما. ودي اللي بتورينا إزاي الشيطان بيحارب الناس الأقوياء، ويقول كده الكتاب عن أن الخطية قوية كل قتلاها أقوياء، بتيجي للأقوياء علشان تهزمهم. والشيطان بيحب يحارب الأقوياء لأنه أي واحد ضعيف زي حالتنا مش يفتخر به الشيطان أنه أسقطه، ولكن يفتخر أنه أسقط شخص له قيمة وله وزن وله قامة وله عمل كبير. عشان كده برضو مكتوب أن يضل ولو أمكن المخطئين أيضا، وده هيكون في آخر الأزمنة. فإحنا لازم ناخد بالنا للأمور دي، والناس اللي بتحب تتعاطف مع أورجانوس يتعاطف، لكن عند بحث الحقائق هيجدوا حقائق. والناس اللي هي
بتحمله أكثر من طاقته، لا إحنا معتدلين وحسب ما الكنيسة أقرت، ولم تستطع التصرف في أي عصر من العصور. ولذلك رغم جهاده الكبير لا يطلق عليه لقب القديس، ولكن يسمى علامة، العلامة أوريجانوس. ودي لفظ على فكرة ممكن نطلقها على حد من كنائس أخرى يكون له قيمته العلمية، ولكن واقع على كنائس تحت خلاف معانا في أمور عقيدية فنسميه العلامة. أشكركم لحد هذا الأمر، ونتابع إذا كان حد ما زال موجود أو موجود أو حد دخل عشان ياخد. مجدي عيسى موجود؟ مارلي خليكي معايا عشان لو موجود حد تقولي أيوة. أيوة يا أبويا، قدسك عايز مين؟ مجدي عيسى موجود؟ لا. نيفين؟ أنا كده فتحت لك يا أبويا هو. نيفين مش موجودة برضو. كرولوس عماد؟ ولا كرولوس موجود. أبانوب اللي موجود أمجد كمال يكمل. مينا كمال أشرف عزيز. مينا كمال؟ مينا كامل؟ الأخ مينا كامل هيتكلم عن ماركيانوس، تفضل. مينا كامل؟ ايوه يا ابويا انا موجود، بس انا في الشغل معلش، يعني انا بسمع قدسك وانا في الشغل. يعني مش هتقدر تتكلم عن ماركيانوس؟ لا، ممكن قدسك لما اروح ابعت لك ورقه وبعد اذن قدسك. امل جورجس تفضلي. كليماندوس الاسكندري. حاسيني الصوت يا امل؟ يا ابويا انا مش شايلاه يا ابويا، الصوت متشال. هي عندها صوت، هي بقول لها حسين هي تحسن صوت عندها. الصوت في مشكلة. أمل الصوت أماني بشرى. أيوة صوتي. أنا معك يا غونة. صوتي من فضلك فين يخلي اللي هيتكلم بس يا مارلي؟ يا ابويا انا مخليه اللي بيتكلم. يا ابويا بامانه خليه اللي بيتكلم. اتكلم يا صابونه. اتفضلي اماني. اسينا غورس، انا كنت واخده مدير مدرسه الاسكندريه اسينا غورس. اتكلم عنه. هو ولد في اسينا وعاش في الاسكندريه، وكان من الاساطين الديانه الوثنيه ومن أنصار الفلاسفة الفلاطونية المحدثة، وكان يدير مدرسة الفلاسفية في الأسكندرية، ولكن بعد قراءة الكتاب المقدس تأثر به جداً وصار مسيحياً نحو عام 176 ميلادياً، وغدا من أكبر المدافعين عن المسيحية واللقب. أثيناغورس مدافع محامي، وقد عهد إليه المسيحيين بالتعليم في المدرسة الأسكندرية، وظل مع ذلك يرتدي زي الفلاسفة، وصار من الفلاسفة أساتذة المدرسة الكبار، ويذكر أنه صار عميداً للمدرسة، وقد كتب دفاعياً عن المسيحية، ورفع إلى الإمبراطور ماركوس أوريبليوس سنة 161 ل180، وابنه كوموندوس، وتلقب الكنيسة بالفيلسوف أثيناغورس. هو ألف ثلاث مؤلفات يا صابونة، من أهم المؤلفات هذه الفيلسوف المسيحي الدفاع وقيام الموتى وبني نوس.
شكرا. كده عرفنا حاجه جديده في موضوع القديس أرسطوغراس مدير مدرسه الاسكندريه، انه هو له دور في اداره المدرسه اللاهوتيه والتدريس فيها، وانه كان من المدافعين ده في فئه من الاسكندريين سواء بطاركه او مديري مدرسه او من تلاميذ المدرسه او من شخصيات كبيرة في الكنيسة، كان لها دور في ما يعرف بالدفاع عن المسيحية ضد الأفكار الوثنية أو الفلسفية، هو من المدافعين أيضا. ذكرت كلمة الأفلاطونية المحدثة، نسميها نيو أفلاطونيزم، الأفلاطونية الجديدة، دي فلسفة جديدة نشأت في الفترة أو القرون الأولى للمسيحية يعني. اللي بعديه ماجد عيسى وصل. يا ابويا اتفضل. سلام يا ابي. اتفضل. سلام، ازاي وقتك عامل ايه؟ اشكر ربنا. اتفضل عشان الوقت. البابا ياروكلاس هتتكلم كمدير للمدرسة، كمدير للمدرسة الكليريكية. هو البابا الثلاثتاشر، ولد من أبوين وثنيين. رقم في مديرية المدرسة؟ معايا أخ مجدي؟ معك يا أبي. وكان في مديرية المدرسة، يعني أنت دلوقتي بتقول هو البطريرك رقم كذا، يبقى هتتكلم عنه كبطريرك؟ لا، انا عايز تتكلم عنه كمدير للمدرسه، فرقم كام في ترتيب اداره المدرسه؟ رقم 8. رقم 8. رقم 8. اتفضل. تمام يا ابي. ولد من ابوين وثنيين، لكن بعد ما ولدوه اتعمدوا بعد ولادته وأدباه بالحكمة اليونانية وبعد كده الحكمة المسيحية. درس الأناجيل الأربعة، رسمه القديس ديمتريوس بابا الأسكندرية اللي هو الـ 12 خماس على كنيسة اسكندرية، واتقال عنه أنه هو كان ناجح جدا في خدمته وكان أمين. بعد ما تنيح الأنبا ديمتريوس البابا الـ 12 انتخبوه بطريرك للكرسي المرقسي، فرعى رعاية المسيح رعاية سليمة ورعاية كويسة، وقال عنه أنه هو رد كثيرين من الصبائنة اللي هم عبيد الكواكب وعمدهم وصيرهم مسيحيين. الصابئة، الصابئة، عبيد الكواكب. شكرا يا حمادي. وقعد على الكرسي 16 سنة، وكان مقره اسكندرية وعصر خمسة من الملوك. شكرا. تحت أمرك. عماد وصل. مين يا أبي؟ كيرلس عماد. لا يا أبويا. سلام يا أبي. مين؟ أنا عبير. اتفضلي يا عبير. ازاي قدسك يا ابني؟ نشكر ربنا، اتفضلي. أنا عندي القديس بنتينوس. تمام. أتكلم يا ابني؟ اتفضلي. أكمل يا ابني؟ أيوه اتفضلي. أنا عندي القديس بنتينوس ده من المدير المدرسة اللاهوتية بإسكندرية. القديس او ده المدير رقم 3؟ لا، وده كان من الفلاسفه الرواقيين. رقم 5 بنتينوس. رقم 5. ايوه بنتينوس رقم 5 فعلا. انا اسفه يا ابني. تمام. ده كان من الفلاسفه الرواقيين قبل ايمانه بالمسيح، والتلمذ على ايد الفيلسوف أرسطوغراس، وكان رئيس المدرسه اللاهوتيه سنه 181 ميلاديه. تمام. وده كان في حبريه البابا بولينوس البابا ال11 يوليانوس.
بولينوس يوليانوس البابا الحداشر، واستمر في مركزه لحد سنة 190 ميلادية. يعني كمان في عهد البابا ديمتريوس الكرام. تمام. ديمتريوس الكرام، ما هو في الأول حضر البابا يوليانوس، وبعدين كان في عهد البابا ديمتريوس الكرام سنة 190 اللي أرسله للهند علشان يعلمهم الإيمان، وبشر هناك بالخلاص، وهناك لقي نسخة من إنجيل متى كانت مكتوبة بإيد القديس متى. لأ، كان جايب القديس برسلماوس لما كان في الحبشة، لما كان في الهند وعاد للحبشة. وفي عهد برضو القديس بنتينوس شعر إن هو الكنيسة بحاجة لترجمة الكتاب المقدس من اللغة العبرية واليونانية إلى اللغة المصرية علشان تتداول في الكنائس المصرية وفي المنازل. فساعتها قعد يدرس في اللغة المصرية ولقيها إن هي خليط من اللغات الهيروغليفية والديموتيكية، فلقي إن هي مش هتنفع في ترجمة الكتاب المقدس. فخد وقت، يعني كان هو من الناس اللي درسوا في اللغة اليونانية واللغة القبطية، وأضاف على اللغة القبطية حروف هيروغليفية. وبعد في ترتيب الأبجدية القبطية، لكن اللفظ القبطي نفسه موجود. أيوة يا بي، بس كلمة والمعاني موجودة، لكن هو ابتدى يرتب الأبجدية القبطية بالاستعانة بالأبجدية اليونانية، ودي كانت البضاعة بتاعتنا، لأن زمان كانت المصريين هم أول كتبوا، أول ما اخترعوا، وبعدين انتقلت الأبجدية بتاعتنا إلى الفينيقيين، والفينيقيين بدورهم نقلوا، الفينيقيين دول في سواحل الشام بدورهم نقلوها لليونانيين، لما اليونانيين رتبوا لغاتهم بحروف صغيرة احنا خدنا منها، لكن في الأساس هي بضعيفنا بترد إلينا فالنطيقان. يعني كملي تفضلي. تمام يا أبي، شكرا. وعاونوا في الموضوع ده تلميذه القديس أكليموندس السكندري وإيجوانيوس، وهم استخدموا اللغة القبطية زي ما قلت، وتمت ترجمة الكتاب المقدس، وترجم حاجات كتيرة قوي في الأدب المسيحي، وتنيح بسلام في سنة 193 ميلادية. شكرا. شكرا أستاذ. أحمد جرجس أبونا. أيوة تمام، تفضل، افتحي لها الصوت يا مارجي. تفضل. كده صوتي وصل يا أبونا؟ كده تمام. أنا هتكلم عن القديس إكليمندس الأسكندري. تمام. القديس إكليمندس الأسكندري ده كان أب الفلسفة المسيحية الإسكندرانية. وصف المؤرخ يوسيس إنه كان متمرن في الكتب المقدسة، والقديس كيرلس الكبير دعاه إن هو كان شغوفاً في التعليم وخبير في التعليم اليوناني. قال عنه القديس جيروم إنه أكثر الجميع علما. يعني أهملت شخصيته لسببين. أول سبب إنه اتخلط بينه وبين القديس إكليمندس الروماني. ثاني سبب إن ارتباط شخصيته بأورجينوس اللي نظر له إنه هو هرتوقي. خاصة في النسخ اللي اتكتبت باللغة الأصلية اليونانية. وده طبعا كان يعني القديس بيقال ان القديس إكليمندس كان يعني في نظامه كان غامض، او ما كانش بيتكلم عن نفسه كتير. مسيحيته، هو اتولد سنة 150 ميلادية من ابوين وثنيين. قال بعض المؤرخين انه كان له صلة بالعيلة الامبراطورية، وانه كان من سلالة عبد، واعتقه واحد اسمه فاستونيوس، او ابن فاسونيوس، ده هو اللي اعتقه. يعني هو بيقال انه فاسونيوس، وحد وفي كتاب اخرين بيقولوا ان ابنه هو اللي اعتقه. اما عن مولده فبيقال انه هو اتولد في الاسكندريه، وفي تقليد اخر بيقول انه هو اتولد في اثينا. اعتمد في التقليد الاول على طول بقائه في الاسكندريه، يعني هم قالوا انه هو الاسكندري عشان هو قعد 20 سنه في الاسكندريه.
أطول فترة قضاها في عمره إن هو عاش في الإسكندرية، ما ذكرش أي شيء، يعني الكتب التاريخية والمؤرخين ما ذكروش أي شيء إن هو تحول الوثني من الوثنية المسيحية إزاي. لكن المعروف إن هو كان متسم بفكر متدين جدا، دائم البحث عن الله الذي يشبعه روحيا وفكريا وأخلاقيا تحقيقا لهدفه حتى بعد اعتناقه المسيحية. ذهب لجنوب إيطاليا وسوريا وفلسطين، وأخيرا استقر في الإسكندرية حيث جذبته محاضرات القديس بنتينوس. عاش في الإسكندرية أكثر من 20 سنة. بعد كده عينوه رئيس المدرسة مدرسة الإسكندرية، لأن هو تتلمذ على يد القديس بنتينوس رئيس مدرسة الإسكندرية، وكان مساعد له ورسم كاهن في الإسكندرية، وكان يقوم بعمل الوعظ بكل نجاح. لكن لما سافر أستاذه بنتينوس شكرا. للهند. صوت وصل يا أبونا؟ أبونا تفضل كمل كمل أبويا، إحنا محتاجين نقفل ونفتح فيديو جديد. المحاضرة قربت تخلص؟ هي خلص النص ساعة، فقدسك بقى نفتح لك محاضرة جديدة. طيب ناخد دقيقتين راحة وتفتحي. ماشي يا أبي، تفضلي.